الثمن ديال التيكي من بالنسبه ل 1000 ريال اللي كانوا كيديروا لينا 30 درهم مزيان، ولكن ما كرهناش ياودوا على 20 درهم. هذا هو الحل صراحه. 30 درهم حتى بزاف علينا واحد شويه، وتابعينهم حتى لمراكش، عارف الطريق من كازا لمراكش راه كاينه الطريق فلوس، فهمتي؟ اللي خاصك تبيع الفرقه خاصك تبيعها بفلوس ماشي شي حاجه اخرى. ما كرهناهمش ياودوا لينا 20 درهم. خويا على قبل الرجاء كنموتوا عليه، جينا من المحمديه باش نقطعوا ريقاتنا، كنمشيو لمراكش تابعين فرقتنا غنتفرجوا فيها، بغيناهم يحمروا لنا وجهنا، وكنطلبوا من السيزيات يجيب لنا واحد وسط ميدان دفاعي، هو اللي بغينا ما عندناش، خاصنا واحد وسط ميدان دفاعي.